لمناسبة الذكرى السنوية للاستشهادي حسن قصير فتعامل وشهداء بلدة دير قانون النهر، نظمت حركة أمل حفلا تكريميا في حسينية البلدة بحضور عوائل الشهداء، عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، رئيس المكتب السياسي جميل حايك، وعدد من النواب والشخصيات الحركية والبلدية والقوى الفلسطينية، وحشد من الفعاليات الاجتماعية والأهلية. حمدان أكد أن هذا البلد لا يمكن أن يحمى إلا برفع رايات القاعدة الماسية، الجيش والشعب والمقاومة، وقال: نتطلع إلى غد واعد. ووجه الحديث إلى الوفود التي تأتي إلى لبنان، مشيرا إلى أن الشهداء استشهدوا على أرضهم من عدو ليس على أرضه، بل مغتصب ومحتل لهذه الأرض، ويخترق القرار 1701. نحن مع انتخاب رئيس بالأمس قبل اليوم، ولكن للخماسية ولكل الذين يريدون انتخاب رئيس نقول لهم ابحثوا عن المواصفات، ابحثوا عن المواصفات لا عن الأشخاص. نحن نريد رئيس للجمهورية يستشعر الخطر الإسرائيلي، وأن الزمن الذي كانت فيه رئيس الجمهورية يأنس بوجود الإسرائيليين فقد ولى إلى غير رجعة. رئيس الجمهورية ينبغي أن يستشعر الخطر الإسرائيلي ويعد العدة للدفاع عن الجنوب ويدعم المقاومة والجيش والشعب على حد سواء. وكان قد سبق المناسبة مسيرة شاركت فيها فرق رمزية من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية.